سلام 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 عليكم، مرحبا بكم كاع الحباب. اليوم نبارطاجي معكم كيفية سهلة وخفيفة الدجاج، الطاجين تاع الدجاج. تبعوني تشوفوا كيف درتو. زول زول زول، مرحبا بكم للكوزينة منى القبالية. هي رايحة توجد لكم اليوم طاجين الدجاج، او واش راكم تشوفوا كاع هنا الدجاج والعقاق راهم هنا، وجدت له تاني البصل والثوم رحيتهم هنا، ومع زيت الزيتون. طاجين الدجاج تاع اليوم واش راني رايحه كيف راني رايحه نديرو بطريقتي وبطريقه سهله وخفيفة وإن شاء الله تعجبكم. تابعوني نبدأ. بسم الله، الطاجين نديرو شوية زيت، زيت الزيتون من تحت هكذا، ونحط الدجاج تاعي هكذا نسرسخ. ايوا زراك ياكا، فوالا هاكا التواليم، وهكا غد العقاق راه كاين سرا. كيف راكو تشوفو، الملح جنجر واسمو قرفة، القرفة تاع الغبرة وتاع العود والثوم، وعندي معدنوس واسمو كما يقولو الجراي، معدنوس يقورن معدنوس، وهذا الحباق زريعة تاع الحباق، وبابريكا بابريكا فلفل الأحمر، والحر تاني كما راكم تشوفوا. واش ندير، كما قلت لكم هنا عندي ريحه البصل مع الثوم، هلا كان الا كنت ندير غنفصل لك الشارط الصغير فان العقاق هنايا كتوالي مكلي كتبان عند شو سنان سريع معدنوس يكون يكذا اسميس الحبق يكون يكذا شويه زعتر معدنوس قيسميس القرفة الغبرة كذا القرفة يقول كذا وعمود جنجر كي كذا الملح كذا شطة انتو قصة ثورة نسخل ضغط يون وبغسي مقبل تسنرى سارة شطة نزيتها كسانة سفلة هكا ويزيضة كينو ثورة غتسدوك العقاق راه كيكيون وبزيوك عفين البصل لي سرسا ثورة السميرة أوك العقاق راه كي أوك دخل فوالا هاه نحركها فوالا حطيتهم كاع كيما راكو تشوفو ودوك نزيدلو شوية تاع كاري بودر هادي وهذه ما نعرفهاش واسمها بالعربيه مثلا نوفكي شي طحنتا يقول كاري فوالا تايا كاري يا كسر نوكا مذوكي الزوز راك هنا كسفلة هنا ثورا نحركها نحركها كتوالي نحركهم بيان نحركها مليح وكلي كاف وليت من نحركها وكلي كاف نكتفغن الشكيهان يعني هنا نكرس ثورة السميرة هي وزادة كينو نسميها سفلة فوالا فراختي دوك لي كات توراكا هذا تولي تخبخ هدا الشكيت توا سكشما غوك لي كات دوزانا كيوكز داخل
مليح مليح عندك شناوك هاك نتوالي ماري خاص ديجا الزيت دخل درت له ديجا الزيت صافي غير لازم برك ندخل العقاقرة هادو غادي غير طريقة بسيطة برك هكدا نديرها هنايا ما على باليش ولا كل واحد يديرها هكدا خلاص ندوك ندخلهم بيان بيان ونخليهم يقعدوا زعما هكدا ساعة ولا نص ساعة هكدا باش يدخلوا كاع العقاقر داخل يشرب كيما يقولوا باش كشم نكلي كاف العقاقر نيوكل داخل ولي تكني دي فاغ شكيت يعني العين تاكل من قبل الكرش هايل نخليه يرتاح هكذا شويه باش يشرب كاع و كيما شفتو ما وريت لكم طوماطيش دوك طوماطيش نقطعها ونحطها من الفوق اوكي هاو دوك نحط له الغطاء يقعد شويه نوجد الطوماطيش تاع الحبه الطوماطيش نتاع قايد يمكن تولي ما كن تواجهت يا رساتن الدنيا وليت هذايا شرب مليح الله الله هنا وخدمه غازد في الطوماطيش تاعي غشط بمن دخلت صديقت التسميره كسفله ونقص كان فيش باش باش تزط الطوماطيش تاعي نخدم غاس امان هنا باش ما نزيدلوش الماء فوالا دوك نحطو على النار خفيفه وتبعوني تشوفوا كيف يطيب ان شاء الله يعجبكم ولا عجبكم ما تنساوش باللايكات والكومنت مردود عليكم ان شاء الله هيا نروح نكملو نكمل ثاني راه في فرن ثوركا باش شد اديب وهنا على النار خفيفه نسيه واسمو نقلبو هاد الحركة غتسي هكا بيس الطوماطيش نيت هكا وشارتلو غير بالعقل هنا دوك نخليه خلاص من فوالا دوك نغلق عليه ونخليه يطيب وحدو هكذا لا عقل هكذا